مقتل مدني وجرح آخرين بقصف مدفعي لقوات النظام على الأتارب غربي حلب، والطائرات الروسية تواصل شن غارات على شمال غربي سوريا. مصادر دبلوماسية تكشف لتلفزيون سوريا تجميد موسكو الوساطة بين تركيا والنظام السوري، وتقول إنها ستنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية. مصادر أمنية تؤكد لرويترز ما نقله تلفزيون سوريا عن تحركات عسكرية إسرائيلية قرب الجولان، وتقول إن قوات الاحتلال تخطط لعملية برية. أكثر من 60 قتيلا في غزة بغارات للاحتلال، والفصائل تواصل تنفيذ عملياتها ضد قواته في جباليا. مرحبا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن مدنيا قتل وأصيب 8 آخرون بقصف مدفعي لقوات النظام على مدينة الأتارب بريف حلب الغربي. وأضاف مراسلون أن قصفا مماثلا استهدف مدينة دارة عزة بالريف الغربي لحلب. من جهته أكد الدفاع المدني السوري أن مدنيا يبلغ من العمر 23 عاما قتل وأصيب 8 آخرون، بينهم طفل وشابة وامرأة، بجروح بالقصف الأخير على مدينة الأتارب. وتشهد مناطق ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب تصعيدا واضحا بالقصف خلال الأيام الماضية. أصيب عدد من المدنيين إثر قصف طائرات حربية روسية بعدة غارات على مناطق واسعة في ريفي إدلب الغربي واللاذقية الشمالي في تصعيد مستمر لليوم الثاني على التوالي. ما الذي تخشاه روسيا لتحرك مقاتلاتها نحو شمال غربي سوريا وتقصف في منطقة معقدة النفوذ والحدود وتعيد إحياء استعراض طائراتها وأسلحتها والتذكير بأنها ما زالت قادرة وفاعلة؟ على مدار يومين وبأكثر من 40 غارة وبمشاركة طائرات استطلاع، توزعت سلسلة هذه الغارات الروسية على مواقع مختلفة في ريفي إدلب واللاذقية، من بينها بنى تحتية حيث تضررت محطات مياه وكهرباء وخرج بعضها عن الخدمة في بلدة عين الزرقاء بإدلب. قاعدة حميميم ما تزال صامتة، لكن إعلام النظام تحدث حيث وصفت صحيفة الوطن الموالية هذه الغارات بأنها تحذيرية وتهدف إلى تبيان الموقف الروسي من أي تصعيد قد يحدث في المنطقة، خصوصا بعد الحديث الذي تصاعد عن تحضيرات فصائل المعارضة لشن عملية عسكرية ضد قوات النظام في المنطقة. التحركات العسكرية الروسية المفاجئة قد تكون بحسب مراقبين تعود لتخوف موسكو من أي تحرك عسكري لفصائل المعارضة في شمال غربي سوريا لفتح معارك وتغيير في حدود ومناطق النفوذ لصالحها، خصوصا بعد تداول أحاديث عن هذه المعركة المرتقبة رغم نفيها من قبل فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام. من دون أي فعل حتى الآن، إلا أن موسكو تسجل ردة فعلها، فهي إما ضربة استباقية أو تأكيد وجود أو استعدادا لتغييرات محتملة في معادلات المشهد. هذا وتسبب القصف الروسي على شمال غربي سوريا بخروج محطة كهرباء الكيلاني عن الخدمة، وتغذي المحطة محطات مياه ري سهل الروج ومحطات مياه الشرب لمنطقة الجبل الوسطاني ودركوش. استهدف طيران المجرم محطة الكيلاني، محطة تحويل كهرباء الكيلاني التي تعمل على تغذية محطة الري في عين الزرقاء، والتي من خلالها يتم تأمين مياه الشرب لأهلنا في منطقة دركوش والجبل الوسطاني، إضافي إلى تأمين مياه التي نعمل التي يتم تأمينها لسهل الروج للمزارعين طبعا.
الاستهداف المباشر لمحطة تحويل الكهرباء تسبب إخراج المحطة بشكل كامل، تدمير المحولتين الموجودات في المحطة بشكل كامل واحتراقهما بشكل كامل، مما تسبب إلى انقطاع الخدمة وانقطاع تأمين مياه الشرب. طبعا المحولتين المدمرات يصعب تأمينهم، وسوف يتسبب ذلك بانقطاع الخدمة عن أهلنا لفترة طويلة ريثما يتم العمل، ويصعب حتى صيانتها حقيقة، يعني مما يسبب عدم تأمين الخدمة في الوقت الحالي بسبب صعوبة تأمين محولة بديلة حقيقة. استجابت فرق الدفاع المدني اليوم الثلاثاء 15/10/2024 لغارات من الطيران الحربي الروسي على محطة توليد الكهرباء في عين الزرقاء. نتج عن الغارة إصابة شخصين من العاملين في المحطة، وتم نقلهم إلى أقرب مشفى، وتوجه فريق الأطفاء لإخماد النيران وخروج المحطة عن الخدمة تماما. زعمت وزارة الدفاع في حكومة نظام إسقاط 9 طائرات مسيرة لفصائل المعارضة بريفي إدلب واللاذقية، وأضافت الوزارة أن الطائرات حاولت ضرب النقاط العسكرية لقوات النظام السوري والوصول إلى قرى وبلدات تخضع ضمن سيطرتها، مشيرة إلى إحباط هدفها بالوصول إلى مخطط عملياتها. ينضم إلينا الآن أحمد أمين مراسل تلفزيون سوريا من إدلب، وإبراهيم الخطيب مراسل التلفزيون من دارة عزة. مرحبا بكما إبراهيم. إذا قصف على الأتارب ودارة عزة، ما آخر حصيلة لهذا القصف؟ نعم مساء الخير. فعليا قبل قليل كان هناك قصف مدفعي مصدره قوات النظام طال مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي ومدينة الأتارب، حيث سقطت القذائف في وسط المدينتين. في مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي حتى الآن هناك ضحية مدني قتل بهذا الاستهداف، هناك أنباء أولية عن أيضا مقتل طفلة بهذا القصف الذي طال منازل المدنيين بشكل أساسي، إضافة إلى عدد من الإصابات حتى الآن بين 6 إلى 8 إصابات. قبل قليل كنا نتواجد ضمن مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، وحالة حقيقة من الخوف والهلع بين السكان نتيجة تكرار القصف على وسط المدينة من قبل قوات النظام المتمركزة في بلدة عنجارة حاليا، إضافة إلى مصدر القصف الآخر الفول 46 والذي حقيقة يكرر عمليات القصف على مدن وبلدات ريف حلب الغربي، ليس فقط القريبة من خطوط التماس بل حتى من كانت ربما لفترة من الفترات في عمق ريف حلب الغربي. اليوم تعرضت أيضا المنطقة الفاصلة بين بلدة الجينة في ريف حلب الغربي ومدينة الأتارب أيضا لقصف بقذائف المدفعية، إضافة إلى المنطقة الواصلة بين منطقة دارة عزة أطراف تقاد، نتحدث عن كفر عامة وكفر تعال والقصر والواسطة، المنطقة الشرقية مدينة الأتارب وأطراف كفر نوران، كل هذا المحور حاليا يتعرض لقصف مدفعي مصدره قوات النظام. وكما ذكرت حتى اللحظة حصيلة الضحايا والإصابات لم تصدر بشكل كامل نتيجة أو بفعل أن الاستهداف على منازل المدنيين، والإصابات تم نقلها للمشافي، وبعض الإصابات حسب ما قالت فرق الدفاع المدني أنها خطرة. إضافة إلى ذلك حقيقة هناك حركة نزوح تشهدها مناطق ريف حلب الغربي بالتزامن مع حركة تصعيد القصف التي تشهدها المنطقة منذ أسبوع حتى هذه اللحظة، لا يكاد يمر يوم إلا وتكون هناك قصف، يكون هناك قصف ليلي يستهدف المناطق القريبة من خطوط التماس بشكل أساسي. وتركيز قوات النظام حاليا على مدينة الأتارب ومدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي رغم تحويها المنطقة من عدد كبير من السكان، هذا المحور الذي نصفه حاليا بمناطق التماس هو مناطق يعيش فيها في ريف حلب الغربي وحده قرابة 200,000 إنسان، يتوزعون بمدينة دارة عزة، مدينة الأتارب، تقاد، الأبزيمو والسحارة وكفر نوران، والمحور محور ريف حلب الشرقي، ريف إدلب الشرقي أيضا يعتبر مع ريف حلب الغربي منطقة متماسكة. معارة النعسان اليوم أيضا تعرضت لقصف مدفعي مصدره قوات النظام، منطقة النيرب التي باتت شبه فارغة من السكان أيضا تتعرض وبشكل يومي لقصف مدفعي مصدره قوات النظام المتمركزة في منطقة ميزناز وأيضا تلة كفر حلب، هذا المحور يتم من خلاله قصف ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي على حد سواء. حقيقة ربما هذه الضحايا والإصابات ترفع حصيلة ما قال الدفاع المدني عنه خلال الأسبوع الماضي من حصيلة ربما جرد فيها عدد الضحايا والإصابات منذ مطلع العام الجاري حتى منتصف الشهر
الماضي بأن عدد ضحايا القصف والتصعيد على مناطق شمال غربي سوريا بلغت 54 ضحية، عدا عن ضحايا الذين حقا لم يسجلوا خلال هذه الأسبوعين، إضافة إلى أكثر 250 مصابا جلهم قضوا بعمليات القصف بقذائف المدفعية والراجمات وأيضا بالصواريخ الموجهة، عدا عن عمليات الاستهداف اليومي حقيقة بالطائرات الملغمة التي باتت في مناطق غربي حلب حقيقة لا تغيب عن المشهد. نعم أحمد، في ريف إدلب هناك تصعيد روسي، الطيران الروسي لليوم الثاني على التوالي يستهدف المنطقة، ما آخر التطورات؟ نعم محمد، يعني إن صح التعبير هي رسائل من نار لروسيا في المنطقة على مدى يومين في إدلب. أكثر من 20 غارة من الطائرات الحربية الروسية كانت على منطقة شمال غرب سوريا، اليوم آخرها كان على محطة الكهرباء بعين الزرقاء التي خرجت عن الخدمة، وهي منطقة تغطي يعني تزود محطة عين الزرقاء بالكهرباء لإيصال المياه إلى عدد كبير من المناطق في ريف إدلب الغربي، وحتى يعني ربما تصل إلى مدينة إدلب. هذا الاستهداف أيضا يعني ضمن سياسة روسيا في استهداف البنى التحتية في المنطقة، بالإضافة إلى نتحدث عن 13 غارة كانت البارحة في جغرافيا واسعة الحقيقة في مناطق إدلب. كل هذا يدخل ضمن تصعيد يعني جديد بالطائرات الحربية الروسية، القصف المدفعي والطائرات المسيرة محمد كانت يعني على الأيام الماضية موجودة، لكن يومين من وجود للطائرات الحربية الروسية في المنطقة تنذر بتصعيد من قبل روسيا في المنطقة. سبق هذه الغارات أيضا 3 أيام من طائرات الاستطلاع التي قامت بمسح طبوغرافي شامل في المنطقة وقامت بمسح لكل المناطق التي تم استهدافها في اليومين الماضيين. هناك تصعيد ملحوظ في المنطقة، هناك قصف بالطائرات الحربية وقصف مدفعي في مناطق قريبة جدا من خطوط التماس، يعني من المناطق التي تواجد بها الزميل إبراهيم في ريف حلب الغربي حتى الكبينة في ريف اللاذقية. كل هذا الخط اليوم والبارحة عليه على صفية ساخن استهدافات مدفعية، بالإضافة إلى القصف الصاروخي. طبعا كل هذا يأتي في يعني ضمن مشهد عسكري ارتيادي في المناطق القريبة من خطوط التماس، في لا تغير في أي من يعني الجبهات إن كان من طرف قوات النظام إلا بإعادة تموضع بسيط، وهذا ما وصفته مراصد المعارضة، قالت أن قوات النظام بعد انسحابات لقوات حزب الله أعادت تموضعها بالقرب من مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي. الطرف الآخر قوات المعارضة، فصائل المعارضة، غرفة عمليات الفتح المبين بالتحديد قالت أنها جاهزة لأي يعني استهدافات من قبل قوات النظام بالدرجة الأولى، والرد على هذه الاستهدافات التي تطال القرى والبلدات الآمنة، وأيضا أنها انفكر النظام بعمل عسكري على المنطقة حسب ما وصف بأن الرفض المبين التي تحوي العديد من الفصائل العاملة في المنطقة هي جاهزة لرد أي عملية. حكومة النظام يعني وزارة الدفاع قالت أنها أسقطت طائرات مسيرة، قالت أنها من جهة ريف إدلب. نعم محمد، يعني في بشكل دائم نشاهد على وسائل إعلام النظام يعني الحديث عن طائرات مسيرة تخرج من هذه المناطق باتجاه المنطقة. طبعا إعلام النظام بشكل دائم يتحدث عن هذه المنطقة، لكن الفصائل الموجودة في المنطقة إن كان غرفة عمليات الفتح المبين هي يعني غرفة العمليات تجمع الفصائل، أو حتى هي تحرير الشام المسيطرة هنا في المنطقة، لم تعطي أي يعني إن كان معلومات أو حتى تصريحات رسمية إن كانت أن استهدفت مناطق أو قواعد لقوات النظام بالطائرات المسيرة. لا يوجد أي إعلان من هذا القبيل عن تلك المنطقة، لكن بالعموم يعني قوات النظام وبطبيعة الحال هي من بشكل دائم تستهدف المنطقة بالطائرات المسيرة، وإعلام النظام يتحدث دائما عن طائرات مسيرة، حتى يعني الإعلام الروسي أيضا يتحدث كان خلال فترات ماضية عن استهدافات لقاعدة حميم الروسية الموجودة في المنطقة، ويقول أنها تتعرض لاستهدافات أو يقوم بإسقاط طائرات مسيرة تخرج من مناطق، لكن من هنا من المنطقة أو فصائل المعارضة أو غيرها لم يكن أي تبني لهذه العمليات أو هذه الطائرات في المنطقة، إنما حديث فقط على وسائل إعلام النظام في مناطق من مناطق يعني النظام ويتحدث عن هذه الطائرات. نعم إبراهيم، في ريف حلب هل هناك يعني أي تحركات ميدانية، أي مؤشرات لتموضع جديد سواء طرف المعارضة أو النظام؟ نعم مساء الخير مجددا. بالفترة الأخيرة حقيقة قوات النظام خلال الأسبوع الماضي قوات النظام حشدت الكثير من المقاتلين، بدأت
إرسال بعض التعزيزات إلى النقاط العسكرية التي تتواجد فيها في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي على وجه الخصوص. واليوم مؤخرا بدأت بإرسال تعزيزات أيضا إلى مناطق كانت تشترك فيها مع قوات سوريا الديمقراطية قسد في السيطرة، لكن كانت الغلبة العسكرية لقسد مثلا منطقة رفعت اليوم تم إرسال مقاتلين من يتبعوا لي الفرقة 25 إلى هذه المنطقة، وتمركزت هذه القوات في المنطقة الواصلة بين مطحنة الفيصل على الطريق المؤدي بين دير جميل باتجاه منطقة منغ. هذه المناطق التي تم نشر بعض المقاطع المصورة لقوات النظام وهي تتركز فيها، إضافة إلى مدينة تل رفعت أيضا التي تسيطر عليها قسد، كان هناك تواجد لقوات عسكرية للنظام على هذا المحور. تقول أو قال النظام خلال الأسبوع الماضي بأن الفصائل العسكرية الموجودة في مناطق شمال غربي سوريا تنوي القيام بعملية عسكرية، وهذا ما دفعه لإرسال هذه التعزيزات. يبث حقيقة إعلام النظام بشكل يومي مقاطع مصورة، هو من يقوم بنشرها ويقوم بتحديد مواقع قواته، وكأن حقت رسائل تحذيرية وربما تكون رسائل لأنه مستعد على أنه رفع الجاهزية بشكل كامل لأي عملية عسكرية. خلال الفترة الماضية حتى فصائل الموجودة في مناطق شمال غربي سوريا غرفة عمليات فتح المبين أو حتى الجيش الوطني لم تقم بأي تصريح رسمي بأنها تنوي القيام بعمل عسكري، حتى على مستوى الاستعدادات والمستوى ربما الجاهزية لم يكن هذا الأمر ملحوظا بمنطقة استنفارات على مستوى ما يقوم به حاليا النظام. لكن الجديد كما ذكرت اليوم هو إرسال هذه التعزيزات إلى مناطق سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، وكأن الرسالة ليست فقط للفصائل الموجودة في المنطقة بل لتركيا بأنها قد تكون لديها ربما إن كانت لديها نية دعم أي عملية عسكرية للجيش الوطني أو حتى لقوات الفصائل الموجودة في منطقة إدلب، فإن النظام والقوات الروسية اليوم التي دخلت على الخط على مدار اليومين بأنها لن تكون راضية عن أي تغيير في خريطة السيطرة الثابتة منذ عام 2020. شكرا لك إبراهيم الخطيب مراسل التلفزيون من دارة عزة، ولأحمد أمين مراسل التلفزيون من إدلب. أفاد مصدر دبلوماسي ومطلع لتلفزيون سوريا أن روسيا جمدت الوساطة بين تركيا والنظام السوري في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن موسكو طلبت من بغداد قبل عدة أسابيع وقف الاتصالات الجارية بين أنقرة ودمشق. مستوى التوتر في سوريا آخذ بالازدياد، رافعا معه احتمالات الصدام العسكري والمواجهات، وهو ما ترجمته روسيا بتصعيد عسكري واسع في الشمال السوري. مصادر خاصة للتلفزيون سوريا قالت إن موسكو غير مرتاحة من الأنباء القادمة من الشمال والتي تفيد بوجود مخطط لعملية عسكرية من قبل المعارضة، إضافة إلى ما تجريه أنقرة في قواعدها شمال غربي سوريا من تدريبات عسكرية. التصعيد العسكري والتطورات الإقليمية المتلاحقة واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية دفع الجانب الروسي بحسب مصادر تلفزيون سوريا لتجميد الوساطة بين تركيا والنظام السوري. وبحسب ما أكدته المصادر فقد طلبت موسكو من بغداد قبل عدة أسابيع وقف الاتصالات الجارية بين أنقرة ودمشق لأن الجانب الروسي يفضل انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية والعمل على العودة إلى الحوار مع واشنطن إذا فاز ترامب بالانتخابات. تجمد الملف إذن بعد مخاض طويل من المخاوف والتساؤلات عن انعكاسات هذا التطبيع المحتمل بين تركيا والنظام على الملف السوري سياسيا وعسكريا، وسط تعثرات كثيرة لطالما عرقلت لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري. عوامل التقارب التركي مع النظام ما تزال بعيدة نسبيا إن صح التعبير، ما سينعكس لاحقا على تعامل أنقرة مع النظام ومناطق النفوذ والنزاع فيها، وسيكون خاضعا للتغيرات السياسية والعسكرية في المنطقة. استخدمت قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية نحو مدينة تل رفعت والتي تقع ضمن مناطق السيطرة المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية. هذا وأكدت مصادر محلية بأن مجموعات ذو الفقار المنضوية في الفرقة 25 مهام خاصة في جيش النظام السوري وصلت ليلة أمس الاثنين إلى محاور القتال في المدينة في إطار ما سموه حماية المدنيين من أي هجمات قد تشنها فصائل المعارضة في إطار الحديث عن معركة جديدة. قتل ضابط من قوات النظام السوري من جراء قصف للجيش التركي استهدف مواقع السيطرة المشتركة
بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية قرب منبج شرقي حلب. وقالت مصادر محلية إن الجيش التركي قصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ موقعا على محور عرب حسن بريف منبج، ما أسفر عن مقتل ضابط في قوات النظام برتبة ملازم أول وإصابة آخرين بجروح. يأتي ذلك ردا على قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة استهدف مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وأدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح. تشهد مدينة منبج بريف حلب الشرقي لليوم الثالث على التوالي إضرابا عاما احتجاجا على فرض قوات سوريا الديمقراطية مناهج تعليمية خاصة بها. وقالت شبكات إخبارية محلية إن أسواق المدينة أغلقت بشكل كامل يوم أمس الاثنين بالتزامن مع انتشار عناصر من قسد. وتظاهر مئات من أهالي المدينة قبل أيام رفضا للمناهج الدراسية التي تفرضها الإدارة الذاتية، معتبرين أنها معارضة لقيم الدين الإسلامي والعادات والأخلاق وتشكل تهديدا لهوية المجتمع وقيمه بحسب وصفهم. نبقى في الشمال الغربي للبلاد لكن في ملف آخر، حيث وصل وفد من الأمم المتحدة إلى منطقة إدلب شمال غربي سوريا بقيادة ديفيد كاردن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية. ويأتي هذا التحرك في إطار مهمة ميدانية تهدف إلى زيارة مخيم للنازحين ومركز مجتمعي يقدم خدمات متعددة للنازحين القادمين من لبنان. وخلال الزيارة تعرضت منطقة معرة مصري لغارات جوية روسية خلال وجود الوفد في المنطقة. أنا قلق جدا بشأن الوضع المتدهور خاصة بالنسبة للنازحين، حيث يوجد بالفعل 3.5 مليون نازح في شمال غربي سوريا. خلال توزيع المواد الغذائية اليوم تعرضنا لخمس غارات جوية خلال فترة ساعتين بينما كنت في الموقع، وكانت الضربات الجوية على بعد 2 كيلومتر و5 كيلومترات فقط، كانت قريبة جدا من مخيم للنازحين. الناس اختبأوا بعدها. رسالتي إلى الناس في شمال غربي سوريا هي أن الأمم المتحدة هنا، نحن ندعمكم، لن نختفي، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لمساعدتكم. في تنسيق قبل التوزيع غرب يوم أو يومين، قريت التوزيع وريت التوزيع، كلها هي قبل يومين تقريبا، كل التوزيع So here we're in northwest Syria today, where we have observed at least 3,000 people. نحن هنا اليوم في شمال غرب سوريا، حيث لاحظنا قدوم ما لا يقل عن 3,000 شخص حتى الآن من لبنان بحثا عن الأمان والحماية، وأكثر من 80% منهم من النساء والأطفال. لقد استمعنا إلى قصص مؤلمة من أناس تعرضوا للنزوح مرة أخرى، وبعضهم نزح عدة مرات. سمع قصصا عن انفصال العائلات وأشخاص اضطروا إلى دفع مئات الدولارات للعودة إلى ديارهم. نحن هنا اليوم للتأكد من أن هؤلاء الناس يحصلون على احتياجاتهم الأساسية. تستمر الجولة الثالثة من حملة اللقاح ضد شلل الأطفال في شمال غربي سوريا التي انطلقت يوم الأحد الماضي برعاية منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، والتي تستهدف الأطفال السوريين لوقايتهم من الأمراض. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحملة تستهدف أكثر من 2 مليون طفل في جميع أرجاء سوريا بمن فيهم الوافدون من لبنان، مؤكدة أنها قدمت خلال حملات اللقاح الثلاث جميع اللقاحات الروتينية بما فيها لقاحات شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية
واللقاح الخماسي. خرج عدد من طلاب جامعة باشاك شهير في مدينة الباب وقفة أمام مبنى الجامعة، وذلك احتجاجا على قرار الجامعة المتعلق برفع رسوم الأقساط بنسبة وصلت إلى 20%. اليوم اجتمعنا كطلاب باشاك شهير من عدة اختصاصات من عدة أقسام لنعبر عن رفضنا لزيادة القسط الجامعي اللي صارت هاي السنة. طبعا هاي الزيادة يعني لا يستطيع الطالب بضوء تدني المستوى المعيشي بالمنطقة وزيادة حالات الفقر تكبد هذه التكاليف، وقد يؤدي ذلك إلى حرمان الطالب في بعض الأحيان من استكمال دراسته الجامعية بسبب يعني عدم قدرته على دفع هذا القسط. يعني لا يخفى عليكم أن عدد كبير من الطلاب يعمل لكي يستطيع دفع هذه الأقساط، يعني بعض الطلاب عمل في فصل الصيف 3 أشهر أو 4 أشهر ليستطيع تأمين القسط الجامعي، وفي ضوء عجز الأهالي عن يعني عن تسدد هذا القسط، وأيضا عدم وجود يعني منظمات مجتمع مدني تقوم بدفع أو تسديد هذه الأقساط في المنطقة الحالية هنا في منطقة الباب. نحن اليوم طلعنا بوقفة احتجاجية على جامعة باشاك شهير بعد قرار زيادة الأقساط بنسبة 20% عن السنة الماضية واللي قبلها. الكل نحن هون عايشين بالبلد نعرف الوضع الاقتصادي بالبلد، يعني هناك تناسب عكسي كبير بين زيادة الأقساط والرواتب أو الوضع الاقتصادي بالبلد. يعني اليوم دخل الراتب هون بتعرفوا أنتم 70 أو 80 دولار. يعني الأب إذا عنده طالبين جامعة صار يسجل واحد ويوقف واحد، نتمنى من إدارة الجامعة أنه يعدلوا عن قرار رفع الأقساط. نحن حاولنا معهم مرة ومرتين، اجتمعنا معهم دون أي فائدة، مرضوا يرجعوا عن القسط القديم. أكدت وكالة رويترز ما كشفه تلفزيون سوريا قبل أيام عن وجود تحركات إسرائيلية قرب الحدود مع الجولان، ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية لبنانية وسورية وأممية تأكيدها قيام تل أبيب بإزالة ألغام على الحدود مع سوريا، مشيرة إلى أن إسرائيل قد تسعى لضرب حزب الله للمرة الأولى من مسافة أبعد شرقا على طول الحدود اللبنانية، في حين أكد ضابط في النظام عدم قيام قواتهم بأي رد ورد عسكري تحديدا. المزيد في تقرير عبد الله طعمة. ببطء وبشكل تصاعدي تمضي إسرائيل بحربها قرب الحدود الشمالية للأراضي المحتلة، سعي متواصل لتوسيع دائرة الحرب على حزب الله، هكذا يريدها نتنياهو على ما يبدو، مستغلا من خلال الضوء الأخضر الأمريكي والصمت الدولي والعربي الفرصة الأهم له خلال فترة حكمه للقضاء على الخصوم مهما بعدت مسافاتهم. وكالة رويترز ونقلا عن مصادر أمنية تكشف عن تحركات جديدة لإسرائيل في الجولان المحتل، حيث بدأت بإزالة ألغام أرضية وإقامة حواجز جديدة، كما حركت وفق الوكالة السياج الفاصل في المنطقة الأممية منزوعة السلاح باتجاه الجانب السوري. سبق ذلك ما كشف عنه تلفزيون سوريا نقلا عن مصادر خاصة حول عمل آليات إسرائيلية بشق طرق على الحدود من الجهة السورية وتجريف عدد من الأراضي. التحركات الإسرائيلية تفسر بخطة عسكرية هدفها تنويع جهات القتال مع حزب الله، ولما لا تطويقه وحصار من الشرق، وبالطبع قطع أي طريق إمداد قد يوصل أسلحة أو أشخاصا للحزب من سوريا، وبالتالي تقصير مدة الهدف الرئيس الذي وضعه نتنياهو بإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم، خصوصا مع إظهار حزب الله ردودا قوية باتجاه الداخل الإسرائيلي. الطرف الآخر المعني بالحدود وهو النظام السوري ومن خلفه روسيا، تقول وكالة رويترز نقلا عن ضابط لدى النظام إن القوات الروسية بدورها غادرت مواقعها في الجولان بعد تفاهمات مع الإسرائيليين، فيما لم تقم قوات النظام بأي انتشار جديد أو إضافي، ما يجعل من التحرك الأخير لجيش الاحتلال في الجولان نقطة انطلاق ربما تدوم طويلا لاستهداف مناطق داخل لبنان وداخل سوريا.
دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلال إسرائيل أراضي سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15 من أيلول الفائت. وأضافت الشبكة في تقريرها بأن قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر توغلت بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غربي بلدة جبات الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل. وأضافت الشبكة بأن الاحتلال بدأ بجرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية شرقي خط فك الاشتباك وطريق سوفا 53 الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية عام 2022. أعرب السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف عن قلق بلاده العميق بشأن تصرفات الجيش الإسرائيلي في سوريا، محذرا إسرائيل من مخاطر إلحاق الضرر واستهداف الجيش الروسي في سوريا. وفي مقابلة مع قناة روسيا 24 قال فيكتوروف إن روسيا تتوقع أن تكون إسرائيل على دراية تامة بمخاطر التهديد على الجيش والقوات الروسية في سوريا، مضيفا أن موسكو تتواصل عبر القنوات المناسبة للتعبير عن قلقها العميق بشأن تصرفات الجيش الإسرائيلي غير المتوازنة. وأشار فيكتوروف إلى أن إسرائيل كثفت أنشطتها العسكرية على 7 جبهات، وليس هناك احتمال بأن ينتهي هذا النشاط العسكري المفرط في أي وقت. تنضم إلينا الآن ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة عبر الهاتف، ومعنا العميد منير الحريري الضابط السابق في شعبة الأمن السياسي معنا من عمان. مرحبا بكما ريم. إذن المعدات الإسرائيلية الدبابات تتوغل في الأراضي السورية، ما الذي تورده المصادر الإسرائيلية حول ذلك؟ نعم محمد، هذا ما نقلته وكالة رويترز وأكيد المصادر لتلفزيون سوريا. إسرائيل لا تعطي تفاصيل أكثر، لكن حول ما يجري على الحدود وعند السياج الأمني تحديدا هي تحركات منذ فترة باتت مكثفة. وإسرائيل اليوم أزالت الألغام الأرضية وأقامت حواجز جديدة على الحدود بين مرتفعات الجولان السورية المحتلة وأيضا شريط على الحدود مع سوريا. وفي التحليلات لهذا الأمر أن الإجراء الإسرائيلي ربما يؤشر إلى أن إسرائيل قد توسع عملياتها البرية وضرب حزب الله لأول مرة ربما من الشرق على طول الحدود اللبنانية، وفي الوقت نفسه إنشاء منطقة يمكنها منع تسلل مقاتلي حزب الله كما تقول إسرائيل. هذا التبرير الذي أشارت إليه فقط إسرائيل في تفسيرها لما يجري على الحدود بأنها تخشى تسلل مقاتلين من حزب الله، حيث قامت أيضا القوات الإسرائيلية بإقامة حواجز وتحصينات جديدة على الحدود. وأيضا هناك كان بحسب المصادر التي نقلتها رويترز جندي سوري متمركز في جنوب سوريا ومسؤول أمني أيضا لبناني ومسؤول في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الذين قالوا وأشاروا إلى أن إسرائيل تحرك السياج الفاصل بين المنطقة المنزوعة السلاح نحو الجانب السوري وتحفر المزيد من التحصينات في المنطقة. هذه المنطقة المنزوعة السلاح تنتشر فيها على مدى العقود الخمسة الماضية قوات تابعة للأمم المتحدة وهي المكلفة بالإشراف على فض الاشتباك، لكن يبدو أن المعادلة تغيرت محمد بعد الحرب بين لبنان أو بين حزب الله وبين إسرائيل، وقامت بهذه التغييرات في المنطقة. أيضا يمكن لإسرائيل من خلال هذا التوسيع أن توسع جبهتها في الشرق الأوسط، وهذا ما كان قد صرح به نتنياهو سابقا بأنه سيجري تغيير في الشرق الأوسط وستصبح جميع المناطق في الشرق الأوسط هي مستهدفة بالنسبة لنتنياهو، وبالتالي هو يحاول أن يشدد الضغوط على طرق إمداد حزب الله بالأسلحة كما تقول إسرائيل، والتي يمر بعضها عبر الأراضي السورية. نعم. في تصريحات للأمم المتحدة أيضا أن هذه أنشطة البناء التي تقوم بها القوات العسكرية الإسرائيلية في محيط منطقة الفصل باتت مؤخرا
وزادت في الآونة الأخيرة. لا ننسى أيضا محمد أن كان هناك أيضا قبل أيام إسرائيل بنت حاجزا بريا على الحدود مع سوريا، هذا ما كشفت عنه القناة 14 الإسرائيلية، حيث قالت أن جيش الاحتلال يعمل حاليا على إنشاء حاجز بري على الحدود مع سوريا لتفادي ما أسمته التهديدات التي تأتي من الحدود. كما ذكرت أيضا القناة أن الحاجز سيجعل الأمر أكثر صعوبة على دخول من أسمتهم ووصفتهم بالإرهابيين إلى إسرائيل في المستقبل، وأن الخطوة كما قالت القناة تأتي في إطار ما يراه النظام الأمني تهديدا من الحدود مع سوريا، إلى جانب أمور أخرى من بينها الحدود الشرقية أيضا. نعم. هذا الحاجز يشمل محمد سياجا مزدوجا وكوما من التراب والخنادق، بالإضافة إلى السياج الموجود حاليا، وقامت بتعزيزه بوسائل تكنولوجية حديثة وجمع معلومات استخباراتية إضافية. وطول السياج الحدودي بحسب ما ذكر أنه سيبلغ 92 كيلومترا تقريبا. النظام الأمني كما ذكرت القناة 14 العبرية سيقوم بتنفيذ أعمال هندسية في منطقة الحدود السورية للسماح بتحصين المنطقة بشكل أفضل، كما ذكرت من بينها بناء تلة بارتفاع عدة أمتار وأعمال تنقيب على عمق مماثل لإنشاء قنوات على الحدود. كما زعمت أن السياج يهدف إلى إعاقة ما وصفته بقوات العدو والعناصر المعادية إذا حاولت الاقتحام. نعم عميد منير، كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟ يعني إسرائيل ما تفعله خارج فعليا مناطق يعني سيطرتها في الجولان داخل الأراضي السورية. مساء الخير ولضيفتك وللسادة المشاهدين. أخي الكريم، الوضع على الحدود السورية الإسرائيلية وضع فرضوا اتفاق فضل اشتباك اللي صار بسنة 74، وهذا الخط يمتد من جبل الشيخ شمالا حتى وادي اليرموك جنوبا. هناك خط دفاع إسرائيلي اسمه خط ألون يمتد على طول هذه الحدود مسافة 75 تقريبا كيلومتر. إسرائيل ليس بحاجة إلى تعزيزات أو تجهيزات خاصة، مش يعني خوفا من الجانب السوري أو من أنه دخول أو اشتباك مع الجانب السوري، لأنه هذا الخط مراقب بأسلحة دقيقة بكاميرات مراقبة، يعني خط عنيد، خط كثير قوي ومحصن، وفي آلاف الكاميرات وآلاف الأسلحة الأوتوماتيكية التي تطلق مباشرة. لكن اليوم الإجراءات اللي عم بتسيها الإسرائيلية، طبعا إسرائيل بسنة 22 دخلت مسافة كيلومتر وزفت طريق طوله 100 كيلومتر واحد في المنطقة الشمالية. اليوم كمان دخلوا عدة مناطق. الخوف التي تخشى إسرائيل، إحنا سمعنا زمان هناك تحشيدات قرابة 40,000 من الميليشيات العراقية والإيرانية وحزب الله، إن وجدت جابوها على أساس من القلمون إلى الجنوب السوري لفتح جبهة أخرى أو مؤازرة حزب الله إذا تعرض لوعكة كبيرة مثل ما صار، أو مساندة حرب غزة، قطاع غزة. لكن هذا لم يصل إلى هذا الواقع، لأن هناك تفهمات إيرانية إسرائيلية سابقة حول هذه القصة. لكن طب الآن ما الذي تريد؟ يعني تريد إنشاء مثلا سياج أو منطقة أمنية تعتبر؟ نعم، إسرائيل تريد المنطقة الشمالية بالذات إنه هي إقامة فيها عين داخل الأراضي السورية بمنطقة المنزوعة من السلاح، اللي هي تمتد تقريبا حسب فضل اشتباك 10 كيلومتر بالشمال إلى أن تمتد مئات المترات أو يعني تقريبا نصف كيلومتر في الجنوب. هذه المنطقة يخشى أن يتسلل هناك إما مقاومة، إما يعني من ميليشيات إيران أو من ميليشيات العراقية الموجودة في سوريا، ويقوموا بعمليات إنزال أو بعمليات تسلل أو مشاغلة للإسرائيليين في هذه المنطقة. وإحنا بنعرف هذه المنطقة، هي إسرائيل أصلاً أخذت، شوفوا المنطقة اللي دخلت فيها، دخلت من منطقتين عند إصبع فاطمة من تحت مارون راس وعند الناقورة، ودخلت بكفر كلا القريبة على الغجر على الجولان. يعني الغجر ومزارع شبعة بالأصل أخي الكريم هي سورية، لكن تربص أو حزب الله تمسكوا فيها هو من أجل أنه يظهر أنه مقاوم، هو اللي ما فيش أرض لبنانية. الأرض اللي قاعد يقول مزارع شبعة هي أرض سورية باتفاقيات الأمم المتحدة
لسوريا ومن سنة 23 لوقت تأسيسها. طيب يعني عبيد منير، يعني هل تريد إسرائيل يعني قطع كل الطريق المؤدي من سوريا إلى الأراضي مثلا اللبنانية، هل تستطيع ذلك؟ نعم، هذا هو الهدف الإسرائيلي. الهدف الإسرائيلي هو مراقبة كامل الحدود. يعني أنت لو تشوف الحدود من عند حضر، هي قريبة على الجانب اللبناني من الجهة هذه، وجبات الخشب وكودنة، هذه المنطقة اللي هي إسرائيل قاعدة حاليا تشتغل فيها من أجل إيجاد نقاط مراقبة مثل نقاط إنذار مبكر بمعنى، واللي هو بالأساس موجود عندها هذا كل الأشياء اللي الاستراتيجية والأشياء المراقبة والأشياء التنصت كله موجود عندها، لكن هناك بدي تجعل إذا خطر داهم تتعقب قبل ما يوصل إلى الحدود الرئيسية. أما هم بغرها أنه بتنزع ألغام وبتنزع حدود، ما هم متفقين هم مع السوريين سابقا، وإحنا شفنا الرد السوري صفر على حرب بحرب غزة، الرد السوري صفر على حرب بحرب حزب الله، المقاومة ما عاد ظلت وحدة ساحات وأخذ وضع المزهرية بشار الأسد وجيشه. وكان السوري عندما بده يطلع أخي الكريم إلى منطقة الجولان على أراضيه بده يأخذ إذن فرع المخابرات العسكرية في سعسع، هذا الشيء موجود عندنا. إذن هناك ما في خطر من الجانب السوري بتاتا، لكن ألا يمثل ما تفعله إسرائيل يعني ويعني دخولها على مناطق وإقامة مراكز يعني وحواجز وفي منطقة يفترض منزوعة السلاح خرق لاتفاقية فك الاشتباك؟ نعم، خرق لاتفاقية فك الاشتباك. وإحنا شفنا بلبنان طلبوا من قوات اليونيفيل الابتعاد 5 كيلومتر لقدام، إذن هم بدهم يأخذوا هذه المناطق. إسرائيل لا تعجز أن تدفع بالأمم المتحدة أو قوات الأمم المتحدة إلى مسافات أبعد ضمن المنطقة اللي هي منزوعة السلاح. وإحنا الجيش أصلاً ما بيش جيش سوري هنا، الجيش السوري هو موجود في درعا وموجود في السويدة، يعني الفرقة 15 والفرقة 9 والفرقة 5 كلها موجودات بهذه المنطقة. هيك فضل اشتباك أو فرض عليهم القوات اللي موجودة قرب الحدود الإسرائيلية، قوات رمزية لا هي قوات قتالية ولا مدعمة بدوات قتالية وأسلحة كلها فردية وأسلحة أقل من فوسطة، لذلك لا خطر من سوريا أو من جيش سوري أو جيش النظام على إسرائيل. الخطر من تسلل ميليشيات إيرانية، ميليشيات عراقية، أعضاء من عناصر حزب الله الموجودين في سوريا، أن هناك هذه الخاسرة ربما يعتبروها رخوة يقربوا أو يفوتوا يساندوا أو يفتحوا ثغرات أو يطلقوا صواريخ منها ويهربوا. وهناك بعض التنظيمات الفلسطينية التي طبعا ما بيمونش عليها لا نظام ولا غيره، إذا هناك ممكن يتم هذه المشاغلة، وهذا اللي شايفته إسرائيل هو بخطر اللي قاعد يهددها بهذه المنطقة، لذلك عم تشتغل بهذه الإجراءات. طيب ما حدود هذا يعني هذه العمليات التي قد تقوم بها إسرائيل؟ لا أتوقع أن دخول بري يعني بشكل كبير، ربما أن هناك يسوى يعني سياج أمني جديد بحواجز، بتلغيم بعض المناطق لكاميرات مراقبة، تصوير لبعض المناطق اللي هي حاسين في خطر بده يجيهم من اتجاهها، خاصة المنطقة الشمالية باتجاه حضر واتجاه منطقة الغجر ومنطقة القريبة على مزارع الشبعة. غير هيك ما لهم أي شيء بإسرائيل. إسرائيل بينه وبين النظام السوري هناك اتفاقات، والنظام السوري صاينها أكثر من إسرائيل، لذلك اللي باع أبو جولان مش هو ببيع طيب. أكثر من جولان، وهذا الحكي اللي طيب ما تأثير ذلك على يعني على حزب الله؟ أول شيء طريق الإمداد لحزب الله، وما الذي قد تفعله يعني هذه الميليشيات الإيرانية في سوريا، يعني ما الذي قد تقوم به؟ إسرائيل قطعت الطرق أو غطت لبنان، بمعنى يعني عم تحاول تغلق كل المعابر البرية، محاصرة برية، محاصر جويا، محاصر بحريا. لذلك هذه المحاصرة أو الاختراق الإسرائيلي للمناطق في الجولان هو لإطباق الحصار البري أكثر على حزب الله، بمنع أنه يصل له أي إمداد عن طريق جبهة الجولان، إن كان من الميليشيات أو من كان النظام. النظام طبعا صعب مستحيل هذا يودي أي دعم آخر، لأنه هو عارف شو اللي وراها، لكن الميليشيات ما بيقدرش النظام يمون عليها ولا بيقدر يسيطر عليها. إذا هي تصرفت مثل ما عم تصرف بعض عناصر الحشد الشعبي وبيضربوا مسيرات، يعني بمعنى إيران ما هيش عند القدرة على السيطرة عليه، ممكن يكون تأثر وتسوي صدى آخر أو تفتح معركة جديدة، لكن هذا من سابع المستحيلات في هذه الظروف، بمعنى أنه الضربة التي أكلها حزب الله في جنوب لبنان
إن كان عن ضرب السبرانية عن طريق الأجهزة أو عن طريق ضرب الصواريخ قبل ما تطلع، ضربة كبيرة جدا وقتلت كل قياداته. لذلك هم بدوروا على رخ يعني يمكن الإيرانيين أو الميليشيات العراقية الموجودة في سوريا تفكر أن جبهة الجولان خاسرة رخوة، لذلك الإسرائيليين انتبهوا لهذه النقطة وهم عم يشتغلوا بهذه الطريقة. شكرا لك العميد منير الحريري، كنت معنا من عمان، وكانت معنا أيضا ريم العمري مراسلة التلفزيون من القدس المحتلة. قالت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا إن قيادة شعبة المخابرات العامة التابعة للنظام تجاهلت تقارير أمنية وصلت إليها تفيد باختراق جهاز الموساد الإسرائيلي لشبكات الاتصالات العسكرية في سوريا واستخدامها في تتبع نشاط الحرس الثوري الإيراني وباقي الميليشيات المرتبطة به. في ميدان الاستخبارات تدور الحرب صامتة خلف ستار الخطوط المشفرة، هناك تتحول المعلومة إلى أداة قوة ويتحول التنصت إلى سلاح خفي يغير مسار المواجهة ويرسم مستقبل الصراعات ويعيد تشكيل خريطة النفوذ والقوة. ما تكشفه المصادر الخاصة لتلفزيون سوريا يلقي بظلاله على الساحة الاستخبارية السورية، إذ يتسلل الموساد إلى قلب شبكات اتصالات النظام العسكرية ويحول صمت تلك الأسلاك إلى سلاح حاد يمزق ستار الحماية المفترض. المعلومات تؤكد أن الموساد لم يتمكن من التنصت فحسب، بل اخترق جدران الأنظمة الراديوية المشفرة، تلك التي اعتقد يوما أنها حصينة، وهو ما مكنه من رسم خريطة دقيقة لنشاطات الحرس الثوري الإيراني وميليشياته في سوريا. تلك الاختراقات لم ترسم خريطة معلومات فحسب، بل تحولت لبنك أهداف تحدد عبره مواقع حساسة. مصادر تلفزيون سوريا قالت إن الضربات الأخيرة التي هزت دمشق وحمص وحماة والسويداء لم تكن وحدة مصادفة أو نتيجة عمليات استطلاع تقليدية، بل كانت مبنية على كنز من البيانات المستخلصة من شبكات اخترقت على حين غفلة. وبينما تكشف الحقائق أيضا عن احتمالات وجود عملاء من داخل المنظومة يسربون الأسرار، تتوالى الضربات بدقة لتنبئ عن إلمام عميق بتفاصيل النشاط الإيراني في سوريا. وفي حين تتساقط الصواريخ على المواقع الاستراتيجية الإيرانية في كل مكان بما فيه قلب دمشق، يبقى النظام السوري أسير الصمت، الصمت الذي يعكس عجزا عن مواجهة حرب لا يملك السيطرة على مجرياتها. وبينما تعاد كتابة معادلات القوة والنفوذ في سماء سوريا، تبقى الحقيقة الواضحة أن الحرب الاستخبارية أشد فتكا وأكثر تأثيرا من أي معركة تقليدية. قتل 61 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد كثف الاحتلال قصف مناطق شمالي القطاع وزرع براميل متفجرة في أحياء بالفالوجة غرب مخيم جباليا، ويحاصر عشرات العائلات هناك، بالتزامن مع قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلة في خان يونس جنوبي القطاع. في سياق متصل، تواصل الفصائل الفلسطينية تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف محاور التوغل، خاصة في مدينة جباليا شمالي القطاع. قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن إسرائيل اختارت عن قصد توسيع العدوان على قطاع غزة لتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية المحتلة ولبنان. واعتبر الشيخ تميم أن المخرج الوحيد والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة،
وجدد إدانة الدوحة للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية على لبنان، داعيا إلى تنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأشار إلى أن بلاده تواصل بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب رغم العقبات التي تعرقل جهود الوساطة. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يواصل السعي من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وإرسال مزيد من المساعدات إلى القطاع وإطلاق سراح الأسرى. وأفاد دوجاريك أن غوتيريش وفريقه يضغطون باستمرار لإنهاء الصراع. وفي السياق لفت المسؤول الأممي إلى أن موظفي الأمم المتحدة الميدانيين زاروا ساحة مستشفى شهداء الأقصى بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير، وذكر أن حوالي 40 عائلة تضررت من الهجوم. اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بآليات وجرافات مدينة جنين من عدة محاور ودهم مخيمها ونشر قناصين على أسطح عدد من البنايات المرتفعة. وأفاد شهود عيان بأن أصوات انفجارات سمعت في المخيم، وقالوا إن الجيش الإسرائيلي يحاصر منزلا ويدفع بتعزيزات عسكرية. هذا وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين وأصاب 4 آخرين خلال اقتحامه لمدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. نتابع الآن هذه المشاهد من بيروت ونعود نلتقيكم على رأس الساعة.